اليوم 16 فلاحي محافظة المثنى نطالب الحكومة بالإسراع بتجهيز الفلاحين بالأسمدة والبذور والوقود. لحد هذا اليوم الدولة ما مجهزة الأسمدة إلا 4 سيارات وصلت للمحافظة، وهذن الأربع سيارات ما يسوون 200 طن والمريود حوالي 9000 طن من سماد الداب، وإحنا بداية الموسم لازم هذن يتوفرن، والدولة والمجلس ذاك محافظة المثنى ما عندها أي اهتمام، ولا الوزارة مهتمة بقضية الزراعة في محافظة المثنى، حرمان أبناء المحافظة من زراعة الأنهر والتوجه إلى البادية. البادية حرمونا من حفر الآبار وإعطاء موافقات حصة مائية للعقود المجاورة. احنا مطالبنا على الكيمياوي وعلى البذور وعلى الآبار، والآبار يعني شالته بالآبار ويانا مو صحيح، ما مساعد ويانا نهائيا، وموجف العمل مالنا لا مشي معاملات، يعني كل الأسباب موجفة ويانا هو اللي أبو الآبار. اثنين كيمياوي ما قاعدين يعطونا، احنا جايين متوجهين للموسم لا كيمياوي لا بذور، لحد هاي الساعة ما منطينا نهائيا. يقدرون يزرعون على هذا الوضع؟ ما نقدر نزرع، فلاحين ما يقدرون يزرعون، الأسعار مصعدينها علينا بالولاية هسا عند التجار، الطن الكيمياوي 1,800,000، مع الفلاح ما يقدر يشتري. حبيبي ما نقدر نزرع، ليش ما نقدر نزرع؟ ما متوفر لنا كل شيء هسا، احنا بذور لا متوفرة، كيمياوي لا متوفر، هسه طاباتنا 200 طن، 200 طن من يوزعونن؟ احنا العام 5 كيلوات، 5 كيلوات دهن بالدونم، وين يكفن 5 كيلوات بالدونم؟ ما يكفن. اثنين عندنا احنا نعتمد على الوقود للنفط الاسود، النفط الاسود يجينا من بغداد يوم ويا سيارتين، واحنا 600 فلاح، وين اللي حق علينا؟ عندنا مصفى السماوه مسدود. من مزارعين باديه ما عندنا غير الباديه، احنا معتمدين على روح الباديه، وضعنا خاص عن السماوه يختلف، لان نعتمد على الابار توازيه. ما مستفادين من وراء، النوبه جانا ابو الزراء ابو الابار ابو الابار حرمنا، لا مطينا حصه ولا مطينا ماي، الجليب انا قاعد عندي جليب واحد الا واحد ما اعطيه، اقول له ابوي اعطيني هذا اسقي بيه، يقول ما اعطيك، شوف شلون، وانتهى. جابوا لنا مدير ما ادري مين جابوه، ما هاي السماوه ما بيها واحد مهندس، ما بيها واحد يلبي الطلب، حده خبره، بس هذا يبونه من بغداد تعال لنا، ونحن راح نسوي نقطع الزراعه فد مره. النوبه العالم الدولة تعطي بذور وتعطي أسمدة وكيمياوي 5 كيلوات للدونم، هذا ما يصير.